أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، طلاب القسم الأدبي، ومعانا كمان الثانوية الأزهرية، أهلا وسهلا بيكم من قلب استديوهات الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بمزبيرو. بحييكم النهاردة أعزائي. هنتكلم عن موضوع كنا بدأناه الحقيقة الحلقة اللي فاتت، موضوع شيق جدا جدا وبيستحوذ على اهتمام العامة كلهم، كمان مش بس الطلبة داخل الثانوية العامة في مناهجهم الدراسية، وهو يعني فكرة الحدود السياسية للدولة، وإزاي هي هذه الحدود بتحمي موارد الدولة، وكمان إزاي بتحمي الاستقرار داخل الدولة، وكمان هناخد بعد كده علاقة الجيش العظيم في مصر وأي دولة الحقيقة في توفير الحماية والأمن والاستقرار للموارد وللسكان، وكمان للحدود ومنع التهريب والعمليات الإرهابية. كل هذه المظاهر السيادية يا جماعة بتحددها فكرة الحدود السياسية للدولة. كنا بدأنا الحلقة اللي فاتت تعريف الحدود السياسية، واتكلمنا عن الفرق بينها وبين التخوم. يعني لما واحد سأل الحلقة اللي فاتت لو فاكرين زميلنا، لما قال هو كانت ازاي فكرة الحدود السياسية يا مستر بتتحدد زمان، هل كانت زي النهاردة كده عبارة عن خطوط بالجير وأسلاك شائكة وأسوار بالخرسانة ومبنية بالحجارة بين الدول، ولا كانت فكرة إلى حد ما مبهمة غير محددة بدقة؟ قلنا له لا، هي غير محددة بدقة، وهي فكرة التخوم. يعني مثلا ممكن صحراء بتفصل بين دولتين، هضبة، نهر، بحيرة، مستنقعات، جزء من غابة إلى آخره. النهاردة الحقيقة جايين عشان نكمل كلامنا على الحدود السياسية، ونشوف بقى مراحل ترسيم هذه الحدود وتحويلها ازاي يا جماعة من مجرد نص كتابي مكتوب داخل أغلفة المعاهدة أو أوراق الاتفاقية اللي مضت عليها الدول، ازاي ننقله بقى من نص مكتوب على الورق إلى واقع حقيقي نراه بالعين على أرض الواقع ونلمسه بإيدينا، ويقوم بدوره بقى الحقيقي بقى كنقاط تفتيش وبوابات للعبور والمرور بقى والحجر الصحي والجمارك والضرائب والرسوم العبور، الحاجات دي كلها هنشوف النهاردة مراحل ترسيم الحدود السياسية، وكمان هناخد كمان مع بعضينا وظائف الحد السياسي بقى بين الدول عشان تكتمل السيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدولة على مجالها البري ومجالها البحري ومجالها الجوي. يلا بينا نشوف مع بعضينا مراحل ترسيم الحدود السياسية. مراحل ترسيم وتخطيط الحدود السياسية، الحقيقة يا جماعة احنا عندنا مجموعة مراحل بتمر بيها الحدود السياسية في تخطيط الحدود بين الدول. هذه المراحل متنوعة عديدة، لها ظروف معينة قد تكون سياسية أو عسكرية أو حتى اقتصادية. يمكن الظرف اللي خلى الدولتين يرسموا الحد السياسي كانت حرب بينهم، ففي هدنة أو في انتصار أو هزيمة إلى آخره زي ما هنشوف كده، أو حتى عايزين يحددوا نصيب كل واحد بقى من أو كل دولة من الموارد الاقتصادية. وعندنا نماذج كثيرة الحقيقة لترسيم الحدود وفكرة وضع الحدود، زي مصر وليبيا ومصر والسودان عبارة عن معاهدات واتفاقيات. بس خلي بالك، لا تلجأ الدول إلى تخطيط الحدود السياسية في منطقة ما من العالم إلا إذا أقبل الناس أولا على تلك المنطقة وعمروها وسكنوها. يعني الدولة ما بتروحش تضع حد سياسي بينها وبين دولة في منطقة هامشية إلا إذا وجدت الناس عمروا هذا المكان واستغلوا مواردها واستفادوا منها. هنا أصبح لزاما على الدول المشتركة في تلك المنطقة إن هما يرسموا الحد السياسي يا جماعة الذي يفصل بينهما حتى لا يتعدى أحد على منطقة الآخر، بعد أن يكتشفوا إن هذا المكان به قيمة اقتصادية أو قيمة استراتيجية جذبت الناس ليه. يبقى أكيد في موارد، أكيد في سر، يبقى الدولتين لازم بسرعة يروحوا هناك ويرسموا الحد السياسي. خليني أخدكم في رحلة قصيرة كده في مراحل ترسيم الحدود السياسية بين الدول. الحقيقة بتمر هذه الرحلة بأربع مراحل، مش في يوم وليلة يا جماعة فجأة كده بيظهر الحد السياسي، لا، عبارة عن أربع مراحل. يلا نشوفها مع بعضينا. المراحل دي ممكن يعني نختصرها كده عشان ما ننساش: تعريف، تحديد، تعيين، إدارة. تاني: تعريف، تحديد، تعيين، إدارة. يعني التلاتة ت وواحدة ألف. آخر مرة: تعريف، تحديد، تعيين، إدارة. هنشرح بقى كل واحدة فيهم ونشوف كده كل مرحلة إيه السمات المميزة ليها عن المرحلة الأخرى. أول عندي مرحلة وهي المرحلة الأولى، دي بنسميها يا جماعة التعريف والتخطيط.
يعني هنعرف الحد السياسي، يعني هنخطط الحد السياسي ولأول مرة. طيب في هذه المرحلة إيه اللي بيحصل بقى؟ هنا بترتبط هذه المرحلة بالقرارات السياسية التي تخصص منطقة الحدود. يبقى هنا القرار السياسي بقى بين الدولتين، المسؤولين على جانبي الحد السياسي في الدولتين بيقرروا ان هم يرسموا الحد السياسي بدل ما كانت عملية مفتوحة وغير واضحة السيادة، فهم عايزين يحددوا كل سيادة كل دولة فين. فبالتالي تضع هنا في هذه المرحلة معاهدة الحدود، في هذه المرحلة لتصف الحدود والمناطق التي سوف تخترقها، زي ما بنشوف كده رئيس او رئيسين، وزير خارجية وزير خارجية، رئيس وزراء رئيس وزراء، قاعدين الاثنين بيمضوا بيوقعوا بالحروف الاولى او بالاسماء كاملة حسب الاتفاق، يعني على الاتفاقية من مجموعة اوراق، ويتبادلوا مع بعضهم بعد كده كل هذه الاوراق اللي تم التوقيع عليها، عشان ده يبقى اعتراف مشترك من الدولتين بترسيم الحد السياسي. يبقى لازم نذكر ان في المرحلة الاولى هي التي يوضع فيها المعاهدة يا جماعة ويتم التوقيع عليها. يفضل أن يكون الوصف، يبقى دي تاني وظيفة بقى اهو، وصف الحد السياسي بدقة في هذه المرحلة. ليه؟ لأن كلما كان الحد السياسي موصوفا بدقة قلت احتمالات الاحتكاك والنزاع في المستقبل، لأنه متحدد تمام. طيب نشوف بقى المرحلة التانية كده يا جماعة، اسمها مرحلة التحديد بقى. احنا كده مضينا ووقعنا على الحد السياسي في الورق، دلوقتي عايزين نحدد بقى بدقة خط سير هذا الحد السياسي. بعد الانتهاء من صياغة المعاهدة بيتم تقديمها للجنة الجغرافية المسؤولة عن تحديد الحد السياسي لتحديد مساره أو تغييره أو انحرافه بضعة أمتار. طيب لتفادي مزرعة مثلا أو قرية بيقع جزء منها في دولة والجزء الآخر في دولة تانية، وتستعين هنا اللجنة في ذلك بالخرائط التفصيلية والصور الجوية والمرئيات الفضائية لتعينها على عملها. طيب واقع الكلام ده إيه يا جماعة؟ واقع الكلام ده عشان أنا شايف تساؤل كبير في عين بعض المتابعين لنا دلوقتي، سواء حتى من أولياء الأمور أو المهتمين أو حتى كل من هو متجمع دلوقتي أمام شاشة التعليمية من الإدارة المركزية للبرامج التعليمية. أنا بقول يعني تخيلوا معايا كده إن مصر ما كانتش لسه وقعت الحد السياسي بتاعها بينها وبين السودان، وكنا لسه ما اتفقناش إن دايرة عرض 22 شمالا هتفصل بيننا وبين السودان، كذلك ما كناش اتفقنا لسه مع جارتنا في الغرب دولة ليبيا الشقيق ان احنا نخلي الحد السياسي بيننا وبينهم خط طول 25 شرقا. طب ايه اللي حصل بقى وقتها؟ هنتخيل رحلة كده ان المسؤولين السياسيين عندنا مع مجموعة علماء الجغرافيا السياسية مع هيئة المساحة مع المختصين بالتاريخ الجغرافي للمنطقة، اتصلنا طبعا بالدولة جارتنا عشان دي بقت كانت منطقة تخوم وبتمثل لينا تهديد وبتمثل اختراقات للسيادة القومية بتاعتنا ودوائر الأمن القومي بتاعتنا بتبدأ من هذه الحدود، وبالتالي كان لازم نرسم الحد السياسي بيننا وبين الدولة. فاحنا اتواصلنا معاهم وبدأنا نقول مثلا الحد السياسي اللي بيننا ده هيمشي مع خط طول مثلا 25 شرقا مع ليبيا ودايرة عرض 22 شمالا. يبقى احنا كده اتفقنا يا جماعة على يعني تعريف الحد، هل هو حد فلكي يعني هيمشي مع خط طول او مع دايرة عرض، ولا هو حد طبيعي يعني لو بيننا بينهم جبل. كنا قلنا يبقى في نص المعاهدة كده الحد السياسي الفاصل بين مصر والسودان هو حدا مثلا يعني طبيعيا جبليا يبدأ مش عارف من كذا، لكن هو مش كده. فهنكتب بقى التوصيف يبقى الحد السياسي الفاصل بين مصر ودولة السودان هو حدا فلكيا خالصا يسير باستمرار في خط مستقيم مع دائرة العرض 22 شمالا مبتدئا من جبال العوينات في جنوب غرب مصر ويسير متجها بشرق حتى يلامس سواحل البحر الأحمر في استقامة تامة. عشان احنا ممكن نشوف خرائط ما هياش رسمية صادرة عن جهات بتحب تعمل بلبلة بين الدول ومش مخلية الخط ده مستقيم في بعض الأحيان. لازم نركز كويس جدا جدا في حدودنا السياسية يا جماعة. وبالتالي ده تعريف الحد السياسي بقى. طيب ده تعريف المرحلة التانية بقى اللي قلنا عليها من شوية، تحديد الحد بدقة بقى.
طب افترضنا احنا ماشيين مثلا كده زي الحد الغربي لمصر مع ليبيا، هتلاقيه متعرج في طرفه الشمالي لكن مستقيم في معظم قطاعاته، لكن دايرة العرض الجنوبي مع السودان مستقيمة مباشرة كاملة الاستقامة. امال ليه متعرج شوية بيننا وبين ليبيا في الشمال؟ عشان اعتبارات اقتصادية، فيه القبائل الرعوية، بدل ما نقسم القبيلة نصين يبقى نص في مصر نص في ليبيا، يبقى في صعوبة في الانتقال بقى، وعندهم بقى صلة الرحم والاعياد والاحتفالات. طب والقصة بقى وشغلنا، فممكن نخلي الحد معروج شوية بحيث ان هو ياخد القبيلة دي كلها جوه مصر، والقبيلة التانية دي ياخدها جوه ليبيا وهكذا. يبقى دي المرحلة التانية، مرحلة تحديد الحد السياسي بدقة. كل مكان تحديد الحد السياسي بدقة وتحديد مساره في المرحلة الأولى وصف دقيق، المشاكل بتقل. لكن وارد نغير خط سير الحد لبضعة مئات من الأمتار بس في المرحلة التانية؟ وارد يا جماعة. يبقى كده عندنا مرحلتين، التخطيط والتعريف رقم واحد، التحديد رقم اتنين. يلا بينا نشوف بقى ازاي هننقل الحد دوت من الورق الى حاجات نشوفها بعينينا ونلمسها بايدينا، وهي مرحلة التعيين. يلا بينا نشوف مرحلة التعيين. يبقى قلنا يا جماعة عندنا مرحلتين، المرحلة الثالثة بقى اللي هتليهم وهي مرحلة التعيين على الطبيعة. يعني نخلي الحد زي ما احنا شايفين كده. مثلا تخيل لو رحت انت للاتحاد الاوروبي، هتلاقي ممكن تبقى قاعد في مطعم، انا بتكلم جد الحقيقة، وتلاقي نص المطعم دوت في دولة ونص التاني في دولة تانية. يعني الباب اللي قدامنا دوت، لو اللي فتح الباب خرج دخل شمال كده، ان شاء الله كده هيبقى في هولندا. طب دخل يمين هيبقى في بلجيكا. ايوه، متقسمين الدول كده، سواء كان اشارات على الارض او اسوار زي ما هنشوف. طب يلا بينا نشوف كده هذه المرحله وخصائصها ايه. يتم هنا في هذه المرحله وهي المرحله الثالثه، مرحله التعيين، تعيين خط الحد السياسي بين الدولتين على الطبيعه يا جماعه، ثم رسمه على الخريطه بصوره مطابقه تماما للواقع. يعني اي صوره مغايره مختلفه بين الطبيعه وبين الخريطه، ده بيبقى يعني ثغره ممكن يتدخل منها احد طرفي الحد السياسي ويشتكي بعد كده. فلازم يكونوا مطابقين بعضهم عشان يبقى التحديد والتعيين بدقه بقى مطابق في الخريطه للطبيعه، والطبيعه مطابقه للخريطه. بيتم هنا الاستعانه عند تنفيذ ذلك بعدة أشياء بقى الحقيقة. واحد، نص المعاهدة. لازم يا جماعة نجيب نصوص المعاهدة اللي مكتوبة ونجيب نسختين بتوع الدولتين، يعني ما نمسكش نسخة من الفضائيات الفضائيه. ممتاز، شايف واحد بيعلم هنا بيقول طب ما ده خدناه في الدرس التمهيدي يا مستر، لما كنا بنتكلم على علاقه الجغرافيا بالتقنيات الحديثه وازاي الاستشعار من بعد بيفيدنا، والتصوير الجوي والتصوير الفضائي. ممتاز، يبقى في ترسيم الحدود السياسيه اهو بنستعين بالصور الجويه. كذلك يتم تعيين وتوقيع الحد هنا ورسمه بقى في الطبيعه. ممكن تبقى اسلاك شائكه، ممكن تبقى اعمده حجاره وعليها علامات ترقيم، ممكن يبقى جدار كده عازل او سور كده كبير زي الولايات المتحده الامريكيه لما كانت بدات من فتره قريبه تبني جدار عازل بينها وبين المكسيك عشان تمنع الهجرات غير الشرعيه، او بناء اسوار بقى والحاجات دي كلها. ننتقل بقى للمرحله الرابعه والاخيره في ترسيم الحدود السياسيه يا جماعه، ويمكن دي اخطر مرحله، وشايفين الناس على جانبي الحد على فكره دول في دولتين مختلفتين بيفصل بينهم سور حديد فقط اهو. المرحله الرابعه يا جماعه اسمها اداره الحد. اداره الحد يعني هي ذات الفكره او الهدف الرئيسي لرسم الحد من البدايه. احنا كنا عايزين نوصل للمرحله الرابعه دي من الاول. يبقى هي مرحله المحافظه على الحد وحراسه الحد ومراقبة الحد حتى تستمر فعاليته. لذلك يتم الاتفاق على ايه؟ اوعى تفكر بنرسم الحد السياسي كده ونمشي، او بنبني سور ونمشي، او نعمل مثلا طريق مسافلة اللي ماشي الناحية دي اتجاه تبع دولة والتاني تبع دولة والجزيرة اللي في النص محايدة ونمشي، او سلك شاك ونمشي. لا، ده احنا بنحدد ايضا قبل ما نمشي منافذ عبور الحد. واوعى تفكر ان اي منطقة ممكن نعدي منها. تحديد نقاط التفتيش وكمان الجمارك والحراسات والتحصينات، كمان تحديد لجان فض المنازعات ووسائل العمل بتاعتها. معنى كده أعزائي ان احنا بنقول ان الحد السياسي دوت شيء مهم جدا جدا، لانه جاي من كلمة الحد. ركز بس كده وتأمل تأمل ذاتي كده
ودلوقتي خلاص المناهج الجديدة وطرق التقييم الجديدة الكلمة نفسها ممكن يجي فيها سؤال، وانسى خالص بقى موضوع الحفظ والتلقين والحاجات دي كلها، احنا من في كل سطر ممكن نجيب 3 4 أسئلة. وان شاء الله لما نبدأ مع بعضينا احنا طبعا بعد كل حلقة بيبقى عندنا مجموعة أسئلة تدريبية كقياس وتقييم تكويني مرحلي داخل الحلقة، لكن احنا عندنا طبعا حلقات مراجعة كبيرة جدا، وعندنا الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بمزبيرو عاملة حاجة اسمها بنك مركزي للأسئلة لكل المناهج على فكرة، وده هتتفاجئوا بيه ان شاء الله في حلقات المراجعة في كل مادة، وهتتعرف فيه على الأسئلة الجديدة وازاي بتيجي، كيفية صياغتها وكيفية التعامل معاها وحلها، وهتبقى انت اتحولت في الفترة دي بقى لخبير في الأسئلة المتوقع انك تقابلها داخل اللجنة في كل المواد الدراسية، وعلى رأسها طبعا الجغرافيا، واحنا على أتم الاستعداد ومجهزين لكل حاجة ما تقلقش خالص. طيب الحد السياسي، لما قلنا كلمة تحديد يعني ايه؟ يعني الحد جاي من التحديد، يعني الحد بيحدد ايه؟ بيحدد واحد المجال البري للدولة بما فيها بقى من ثروات فوق الأرض أو تحت الأرض، وبيحدد المجال الجوي. انت متخيل اي طياره كده هي مش مفتوحه سداح مداح حضرتك اي طياره كده تعدي؟ لا، ده قبل ما توصل للاراضي المصريه تتواصل عن طريق الطيار واجهزه الرادارات والاستشعار من بعد والتواصل اللاسلكي وياخد الاذن. لو هو اخترق الاجواء المصريه من غير ما ياخد الاذن، فجاه كده بقدره قادر بيلاقي طيارتين جنبيه على طول حربيتين يدوه انذار كل دقيقه، بعد الانذار الثالث بيرجعوا لورا ويضربوا على طول يفجروا، خلصت العمليه، انا مش عارف ده رايح فين ولا عايز ولا هو ناوي يعمل ايه في بلدي. يبقى المجال الجوي ده مين بيحدده لك؟ طبعا الحدود السياسيه، المجال الارضي البري كمان، المجال البحري كمان اللي هناخده بعد شويه في الحلقات اللي جايه، وهي الحدود البحريه. ايوه، الميه دي اللي بتطل عليها في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر جزء منها ملك ليك، وكانها بالظبط البر اللي احنا عايشين عليه وبنمارس والدوله بتمارس عليه كل السلطه والسياده والنفوذ وحق استغلال الموارد والمراقبه والتفتيش، كل ده بتمنحه لك فكره الحدود السياسيه. شفت خطوره الحد السياسي ازاي؟ يبقى في المرحله الاولى قلنا بنكتب الحد السياسي ونكتب المعاهده والدولتين يوقعوا ويمضوا عليه، بعد كده مرحله بقى التحديد بدقه بقى، يعني بنقول الحد السياسي بيننا وبين السودان حد فلكي ماشي مع دايره عرض، او بيننا وبين ليبيا ماشي مع خط طول 25 شرقا، بس هل وارد واحنا جايين ننفذ في الطبيعه نلاقي مثلا مزرعه كده الحد هيقسمها نصين فنرحل شويه 100 متر 150 متر وتتعرج الخط؟ وارد الحاجات دي على فكره في كل الدول، وبالتالي ده بيتم في تاني مرحله بقى اللي هي مرحله التحديد بدقه بقى، اللي هي بيتم فيها احتمال تغيير مسار الحد السياسي بضعه من مئات الامتار مثلا كده. في المرحله الثالثه بقى خلاص يعني استقرنا يا جماعه، يلا بينا ننزل بقى على الطبيعه ونجيب نص المعاهده ونجيب معانا العلماء ومتخصصين الجغرافيا السياسيه ونجيب الصور الجويه، الصور الفضائيه، الخرائط الطبوغرافيه والتفصيليه، الحاجات دي كلها، ونبدا نرسم الحد السياسي على الطبيعه، نبني سور بقى وحاجات وكده. بس واحنا بنعمل الحد السياسي المرحله الرابعه بقى بتبقى في اذهاننا بقى، بعد ما عيناه تعالى بقى فين منطقه عبور الحد السياسي؟ وانت متخيل لو معاك تاشيره تدخل بيها من مصر لدوله السودان او ليبيا انك تاخد بعضك كده من اي مكان في الحد وتعدي؟ لا طبعا، ده كده ضد الاعراف الدوليه. في عندك لجان تفتيش وفي عندك منافذ للعبور وفي عندك محطات ولرسوم الجمارك والمرور وكده، انت لازم تروح هناك. افترضنا انت واخد معاك مثلا كلب بتاعك او قطه مربيها او بغبغان او وات ايفر، ده حجر صحي، افترضنا جايب معاه امراض، ده غير كمان لو انت بتستورد سلع وكده لازم تدفع حق البلد عشان تحمي الاقتصاد الوطني. كمان نفتش زي ما شفنا من فترة قصيرة جدا النسور الداخلية المصرية والشرطة العظيمة بتاعتنا لما أحبطوا محاولة يعني 6 طن من المخدرات، مسكناها ازاي دي يا جماعة؟ مسكناها عن طريق احنا صاحيين وواعيين جدا جدا لفكرة وخطورة الحد السياسي، وفتشنا وما فيش أي حاجة بتعدي كده من غير تفتيش ومن غير ومن غير. يبقى احنا بنعمل حماية صحية، بنعمل حماية اقتصادية، بنعمل حماية أمنية، بنعمل استقرار للدولة، ده كله عن طريق فكرة الحدود السياسية. يبقى شفنا كده عندنا كمان لو ظهر مشاكل فجأة على الحد السياسي يبقى في لجنتين في الدولتين جاهزين يحلوا المشاكل دي. يبقى كده شفنا مع بعضينا 4 مراحل لترسيم الحد السياسي، يلا بينا أخدكم بقى لوظيفة الحد السياسي في الجزء اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، يلا بينا أعزائي نشوف وظائف الحدود السياسي.
هنتعرف مع بعضينا دلوقتي اعزائي على وظائف الحدود السياسيه الحقيقه اللي هي اتعملت عشانها فكره الحد السياسي. اول حاجه عندنا وهي الفصل بين الدول. اول وظيفه عندنا الفصل بين الدول، تاني وظيفه الحمايه والامن، تالت وظيفه الحمايه الاقتصاديه، وعندنا رابع وظيفه الوظيفه السياسيه والقانونيه للحد. واحد رافع ايده انت مش هتشرح يا مستر، يا عم استنى بس هنشرح، انا بس هنسجلهم كده كخريطه ذهنيه الاول وبعد كده هندخل بالتفصيل عليهم. يبقى اوعى تنسى اربع وظائف الحد السياسي هي الفصل بين الدول، الحمايه والامن، الحمايه الاقتصاديه، الوظيفه السياسيه والقانونيه للحد. يلا بينا نسجل مع بعضينا بقى. اول وظيفه للحد السياسي هي الفصل بين الدول. طيب الفصل بين الدول يا جماعه بتفصل الحدود السياسيه بين الدول من خلال التوقيع على اتفاقيات موثقه بينها رسميا، طبعا ده اتفاقيه، وموقعه ايضا على الخرائط، يعني زي ما هي موجوده على الورق بتاع الاتفاقيه موجوده ايضا على الخرائط، يعني مع اتفاقيه الحد السياسي في الاجنده اللي بيستلمها ممثل مصر مثلا ملحق على طول معاها خريطه ومختومه ورسميه برضه، وذلك بيكون تصريحا بقى بوضع الحواجز ونقاط التفتيش. اتفضل استفيد بقى من الحد السياسي بتاعتك ومارسه لان الجيران معترفين بيه، ونسخه طبعا بتروح الامم المتحده يبقى لازم يعترف بيه حد دولي ومعترف بيه من الجيران. كذلك بنحدد برضه المنافذ الجمركيه وعلامات الحدود باشكالها المختلفة ومراكز الحراسة والمراقبة الحدودية الخاصة بكل دولة. يبقى كده عشان الحد السياسي يقدر يفصل بين الدول اقتصاديا وسياسيا واداريا وعسكريا وامنيا لازم تكون فيه منافذ جمركية، لازم يكون فيه علامات الحدود والتحديد والترقيم باشكال مختلفة، لازم يكون فيه عين ساهرة على هذه الحدود. وهنا بنرفع القبعة وننحني تقديرا واحتراما لجيشنا العظيم وشرطتنا العظيمة في دورها الخطير الحقيقة المرهق جدا في حراسة الحدود السياسية في أطراف مصر الأربعة في الشمال والشرق والجنوب والغرب، لأنها كلها مناطق تهديد بسبب الأوضاع الغير مستقرة حوالينا، ولا يعني تكاد تكون مصر البقعة الوحيدة النابضة بهدوء واستقرار في المنطقة. بالتالي المراقبة الحدودية الخاصة بكل دولة لازم يبقى عندنا نقاط المراقبة بتاعتنا موجودة على الحدود بتاعتنا. طيب نشوف كده الوظيفة التانية يا جماعة، هي الحماية والأمن. طيب ما هو فكره الحمايه والامن دي اخطر وظيفه على فكره يا جماعه، وتعد الوظيفه الاساسيه. هو الواحد بيعمل حدود ليه؟ يعني انت في بيتك في شقتك بتجيب حديد على الشباك وتحطه وتجيب باب مصفح وتعمل، انت عايز توفر فعلا الحمايه والامن ليك. نفس القصه، اذا لم توفر الحدود السياسيه الحمايه والامن للدوله يبقى فقدت مصداقيتها واهميتها. يبقى الوظيفه الاساسيه للحد هي توفير الامن والحمايه من اعتداءات المفاجأة الخارجية. لذلك بيتم نشر الدفاعات العسكرية زي كده صواريخ الدفاع الجوي على طول الحد، خاصة في القطاعات المعرضة لأخطار الغزو والتهريب زي ما قلت لك من شوية. التقنيات الحديثة الحقيقة في الجزئية ديت فادتنا وضرتنا شوية، فعشان كده يقول لي التقنيات الحديثة سلاح ذو حدين للحدود السياسية. يعني ايه؟ اول ما تشوف الجزئيه دي اعرف ان في سلبيات وفي ايجابيات. طيب خلينا نشوف كده ازاي التقنيات الحديثه كانت سلاح ذو حدين للحدود السياسيه. من ناحيه ساهمت التكنولوجيا والتقنيات الحديثه في زياده حمايه الحدود من خلال المراقبه الجويه والاقمار الصناعيه. يبقى زمان ما كانش فيه مراقبه جويه ولا طيران، زمان ما كانش فيه اقمار صناعيه، وكان هناك مجموعه من البصاصين على الحدود اسمهم البصاصين الخارجيين مش الداخلين، داخل الاسواق والدوله. دول وظيفتهم يعني ايه؟ بجهاز الاستطلاع كده ويشوفوا العدو اخباره ايه والدول التانية الى اخره. لكن اتغير الموضوع بقى، في مراقبه جويه وطيارات بدون طيار وكاميرات طياره الكترونيه، قصه كبيره جدا، وكمان اقمار صناعيه ادت الى تطوير وسائل الحرب في مداها وسرعتها. يبقى التكنولوجيا زي ما عملت هناك تطوير في المراقبه والدفاع والتجسس والهجوم والانذار المبكر، تعال شوف كده، عملت كمان تطوير في وسائل الحرب. لقينا بقى يعني ممكن نلاقي صاروخ عابر للقارات بقى وطياره مش عارف ايه والرادار ما بيجيبهاش وبتغير شكلها. يبقى ادت الى تطوير وسائل الحرب في مداها وسرعتها وقوه التدمير وقدرتها على تخطي العقبات، خاصه العقبات الطبيعيه كالجبال بقى والهضاب والبحار. ومن ناحيه اخرى هنا بقى يبدا يظهر لك بقى الجانب السلبي اهو. كان للتقنيات الحديثة تأثير على الوظيفة الأمنية للحدود. ليه؟ حيث سقطت نظرية الحد الآمن
ولم تعد الجبال تمنع الأخطار العسكرية. الدولة اللي كان بيفصل بينها وبين أختها جبل، كان الاتنين بيحطوا في بطنهم بطيخة صيف زي ما قولوا ويقعدوا بقى مطمنين. دلوقتي اوعى تطمن، ممكن يجي لك كارثة وتتفاجئ ازاي ده جبل. لا يا حبيبي، ما ممكن يجي لك صاروخ عابر للكرات بقى وحاجات بتعبر الجبال وتعبر هذه العوائق. طيب الوظيفة التانية بقى الحماية الاقتصادية، دي التالتة. طب تعال نشوف كده الحماية الاقتصادية. تحديد نصيب كل دولة من موارد الثروة. فعلا احنا هنقسم ازاي بين الدولتين الثروات؟ يبقى لازم نرسم الحد السياسي عشان يحدد كل دولة هي بتمتلك ايه وعندها ايه ولها ايه. كمان مراقبة تدفق السلع والبضائع عبر الحدود. يبقى لازم اكون واعي ومدرك كويس قوي ان انا عندي نظام اقتصادي قائم على الاستقرار الاقتصادي والامن الاقتصادي، معاه الامن الغذائي والامن العام، قصه كبيره جدا، وشبكه المرافق والطرق والمواصلات، البورصات، المواني، المطارات بتاعتي، كل هذه المنظومه بتجذب الاستثمار. طب انا ههرب، يعني هيهرب مني المستثمر امتى بقى؟ لما يلاقي نفسه بيخسر. طب بيخسر ازاي؟ ما انا عامل له كل حاجه. ممكن يكون احد هذه الاسباب في الخساره ان في واحد او مجموعه بتهرب نفس السلعه اللي هو بينتجها، بتجيبها من بره تبيعها من جوه من غير جمارك فتبيعها رخيصه، اذا هو يتضر يا جماعه. عشان كده منع تهريب السلع كمان والافراد، بنلاقي عندنا موضوع كامل هناخده بعد كده وهي الهجرات غير الشرعيه اللي منتشره في البحر المتوسط دلوقتي، ومدقات بين الدول وبين الجبال بتعرفها العصابات وتهرب منها السلع او تهرب منها العماله غير الشرعيه. ايضا من دور الوظائف الاقتصاديه للحد السياسي تحديد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة زي ما قلت لك من شوية لحماية المنتجات المحلية. هو أنا ليه بفرض يا جماعة يعني جمارك على السلع اللي جاية من بره؟ أي سلعة بيتم إنتاجها في مصر داخل دولتي فلازم أدي لها ميزة تنافسية إن المواطن يشتريها، فلازم أي سلعة جاية من بره مثيلة لها زيها، يعني لو بنتج سيارات وفي سيارات بتيجي من بره أفرض جمارك عليها عشان تخش السيارات اللي من بره غاليه شويه، فيبقى في كومبير ومقارنه بين المستهلك فيقدر يقبل اكتر على السلع المحليه للمنتج المحلي واشجعه. ايضا الحمايه الطبيه والصحيه للمواطنين من خلال فحص المنتجات المستورده وصلاحيتها وجوده الاستخدام، زي ما شفتي الحجر الصحي عندنا في المطار وفي المواني بتاعتنا. اي ناس جايين من الخارج في ظل جائحه كورونا دلوقتي لازم يبقى حجر صحي، خاصه لو جاي من منطقه مشتبه انتشار المرض فيها بكثره، فلازم نعمل له حجر صحي يوم يومين ثلاثه اسبوع لما نشوف حسب وزاره الصحه ما تقول. افترضنا بقى انا ما عملتلوش وعدى كده عادي هو حامل للفيروس، دي كارثة كبيرة جدا. يبقى من حقي دوليا ان انا امنع اي واحد مشتبه فيه ووقع عليه الحجر الصحي والكشف الصحي لما اتأكد منه بعدين قاعدين. طيب عشان كده في اجراءات بتتخذها الدول لعدم تضارب مصالحها على الحدود السياسية. ايه هي؟ ان هي تعيين الحدود بدقة حتى لا تحدث منازعات بينها في المستقبل. عقد اتفاقيات توضح نصيب كل دولة من الثروات زي البترول زي الغاز زي المعادن، سواء كانت في باطن الأرض أو فوق الأرض على جانبي الحد. هل عندنا نماذج؟ زي مثلا كده الاتفاقيات المنظمة لعملية استخراج والاستفادة من البترول والغاز الطبيعي بين دول الخليج العربي. هتلاقي عندهم على الخريطة اللي عملت سيرش على النت كده كمصدر داعم، او دخلت على بنك المعرفة المصري، او دخلت على الايكون عندك على التاب اللي هي LMS اللي هي Learning Management Systems، هتلاقي عندك موجود عندك خرائط وفيديوهات تعليمية ممكن تستفيد بها كويس جدا، جايبة مناطق محايدة بين الكويت وبين العراق وبين السعودية وبين العراق، بين العراق وبين الكويت، كمان البترول والغاز بين دولة تونس وليبيا. دي خناقة كبيرة جدا هتبقى عندنا في المنهج ما تقلقش، وهيبقى لها حلقة لوحدها. الوظيفة بقى السياسية والقانونية للحد، والحقيقة دي آخر وظيفة بقى للحد السياسي معانا، ودي من الوظائف الخطيرة الحقيقة. الوظيفة الرابعة أعزائي وهي الوظيفة القانونية بقى والسياسية للحد، إن كل دولة عايزة تحدد شخصيتها القانونية، إن هي من حقها تمنع دخول أي شخصيات غير مرغوب فيها الدولة
تمنع أي كتب وأي مجلات تدخل الدولة، تهدد الأمن العام للدولة والأمن القومي وتماسك السكان والوحدة، وتعمل فتنة بين النسيج الاجتماعي اللي فيها. كمان الدولة لازم تجبر بقى الحقيقة أي شخص حتى لو سائح جاي بلدنا، لازم يعرف كويس قوي العادات والتقاليد والمسموح والغير مسموح والقوانين، سواء في المرور لو هيقعد شوية، سواء في الأمن العام، في المظهر العام، في احترام القيم والعادات والتقاليد. ده كله بيبقى مؤهل لرسم الدولة لشخصيتها القانونية. كده أعزائي نكون شفنا مع بعضينا مراحل ترسيم الحدود السياسية وكمان وظائف الحد السياسي، وبكده ونكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة. لكم كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.